بسم الله، وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء. بشر المنافقين بأن لهم عذابا، ما وقفش هنا الآية، ما وقفش هنا، أليما. يعرف إيش قد تتيقن ألم تاع قرصة ولا تاع شمعة ذات تنطفئ وما تجمش الألم هذاك، تجبد يدك وتقول أح، تقولها أح متو قول وفعل وتنجو من العذاب اللي ينتظرك لو استمرت على طريق النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. والمنافق ليس له أخلاق، تو سمع لنفسي ألا يصلح ما به من أثام، ما به من سوء الآراء، ما به من سوء الفعال والأقوال، وتو ما في الدنيا ما يفهمش منا الألم يجب يصيب أي إنسان. الألم اللي يصيب الشهداء عليهم السلام هو بالحقيقة أحلى تخيلوه ألم، لأنه صعب، لكن هو مش ألم، هو خفي عنكم البهجة اللي غمرته حين بدأت روحه تخرج من قفصها، لأنه ربي أراد أن بخروج الروح أولا خروج مش مؤلم كما يتصوروا الناس، هذاك علاش أغلب الناس ما يحبوش الجهاد. لكن انظر لإخواتنا عبر التاريخ، وقت اللي من يواجهوا الأعداء ما يفكرش في ألم الجراح، ما يفكرش في ألم من النيران. لو بيه أخوان المجاهدين النصرانيين، وقت اللي الكلب يهودي كان تقريب مسلط على أهل اليمن، يعني أخدودات يعني ما لا يحل في الأرض، شقوق عميقة حط فيها الحطب ولهب فيها النار حتى تولي الطير اللي يمر من فوق النار ذيك يموت ما لا يولي فحمة، يقول العم أنا وربي ما غفل عن شيء. كان وقت الرضيع يلهم وربي أن يقول لأمه اصبري يا أمي ما ترجعش الكفر، خاطر النار هذيك كل ألستنا هكا عالية ومؤذية وكذا، ممكن الإنسان كي يرى الخطر داهم عليه لأنه سيقذف في النار ممكن يتثنى ويمشي مع الكفر، لعل وقت اللي يقول له راني أنا كفرت بما أنت تعذبنا من شأني، أنا كفرت، وربما يمنعوا يقولوا مش ترميوها في النار. وكانوا الكلاب اللي مسيطرين وهم يهود، أخبث اليهود هؤلاء اللي يتمتعوا بعذاب الآخرين، ما ندي صديق يتسموا ساديين. نحمد ربي اللي في القرآن ما نتلقى المشهد كما كان عند سيطرة اليهود في ذلك العصر، وربما اليهود اللي في عصرنا أشد قسوة وأشاد تلذذا حين يقتل منا واحد منا صغير أو كبير ذكر أو أنثى، يقول أني تو نتمتع بموتي، أنا أقل عدو آذيته قبل القتل غدرا وقتل عنيف لا رحمة فيه، يقول لك أنا عملت حاجة خارقة العادة اللي وصلت نغدر أكل مسلم اللي هو عدو مبين. وما أنا هو هكا يتحدث نفسه، خذر نفسه دائما مسسها بليس، مس تجم تقول نفسه ليست نفسه تولي ما أنا كائن آخر. والتطويل ليس من شأننا، لكن اعلموا أن القرآن كلام الرحمن، من صدق وتأدب على ضوء القرآن فهو من أهل الرحمن. والسلام علينا أهل محمد وآل بيته عليهم السلام بالتمام والكمال، آمين يا رحمن.